بالنسبه بوغ هاد زعما هاد الاجراءات اللي داروا باش يسدوا الزمن، انت كتشوف تبارك الله بنادم شحال ديال البصر دابا تقريبا رمضان هادو بنادم كيبغي يتقرب الله، دونك كان عليهم صراحه يحلوا الجمع، ولكن فهمتي يكونوا شي اجراءات بحال هكا ما تخما بين المصلين وداك الشيء. الجامع فهمتي الجامع ما عنده واحد الحرمه ديالو، ما خصوش ما جاش زعما يتشد سيرتو حنا هادو ولا اسلاميين وكذا. اش نقول لك في جميع الاحوال توليك كتشوف زعما على حسب المصلحه ديالك داكشي اللي شادين لك، ولكن حنا ما كذبش عليك بلي بار ديال الناس كانوا كيتمناو انهم يصلوا في الجامع يصلاو وكتبقاو دوك الاجواء داك الاتموسفير ديال رمضان داكشي. اي واحد عنده غيره على الاسلام ديالو فهمتي، واي واحد غتكون عنده غيره سكو الجامع مسدود راه ضروري غتكون عندك واحد ليدي اللي نيجاتيف سكو هما سدوا لك الجامع. يعني دوك كما قلت لك هذوك الاجواء ديال رمضان غاديين كيقتلوا فيهم واحد شويه بشويه، رمضان هو التراويح هو الجامع هو الصلاه فهمتي. القرار باين يعني للناس على حسب المرض وعلى حسب مصلحتنا، يعني ماشي شي حاجه ديال نقول راه يعني داروا شي حاجه بالعاني ولا من مصلحتنا، ماشي مشكل عادي اللي بغى يصلي يعني صلى راه يصلي في داره ماشي شي حاجه. ايوا معلوم حيت الضغط جات من الفوق يعني من جهه المرض، ماشي زعما ماشي داروا بالعاني ولا يعني مصلحتنا. النظريه ديالي جد صائب، لان الدول مقارنه مع الدول اللي سميتو في الجزائر وسميتو اللي قريب لنا ليبيا كذلك دايرين تما دايرين نفس سميتو، ولكن هما في ليبيا دايرين حتى لجوج الليل، حنا في المغرب شويه كون زادوا ساعه ولا ساعتين ماشي مشكل يعني ما. وانا في النظريه ديالي يعني هو في نفس الوقت صعيب، قرار صعيب يعني الحكومه اتخذته صعيب، وبالنسبه لنا حنايا كمواطنين تاثر فينا بطبيعه الحال، تاثر فينا من ناحيه التجاره الناس اللي كيبيعوا ويشريوا، من ناحيه المقاهي، من ناحيه المطاعم، يعني كاين واحد سميتو كاين سلبيات ماشي ما كاينينش. هو في اندونيسيا في كاع الناس في اوروبا كاع المساجد محلولين، اش غنقولوا؟